أحسن الله إليكم شيخنا، هذا يسأل ويقول: ما حكم إخراج زكاة الفطر مالا؟ الحمد لله. وبعد، المتقرر في القواعد أن الأصل في صفة التعبد التوقيف على الأدلة. احفظوها مني قاعدة حتى ننطلق منها. الأصل في صفة التعبدات ما هي؟ التوقيف. فلا يجوز لنا أن نعمد إلى عبادة، انتبه يا أخ، فلا يجوز لنا أن نعمد إلى عبادة من العبادات فنلبسها لبوسا آخر ليس عليه دليل. انتبهوا. وزكاة الفطر عبادة من العبادات، قد جعل الشارع لها صفة، وهي أنه أمرنا بإخراجها قوتا لا نقودا، قوتا لا نقودا. فمن أخرج زكاة الفطر نقودا فقد تعبد لله بصفة ليس عليها أمر الشارع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انتبه لي، أنا أعرف أنه ثار في أذهانكم مشاكل، لكن سأجيبها الآن. المهم انتبهوا إلى الأصل والتخريج. وقفنا عند ماذا؟ أن الشارع أمر بها قوتا لا نقودا. فإن قلت: أوليس النقود أنفع للفقراء؟ انتبه لي. فأقول: بلى. فتقول: إذن نخرجها نقودا. فأقول: انتبه، لأنك إن قلت ذلك فسوف تقع في حفرة عظيمة وإشكال عندنا عظيم، وهي أننا سنسألك: أوليس الفقراء كانوا موجودين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: بلى. وأيهم أشد فقرا، فقراؤهم أم فقراؤنا؟ فقراؤهم. أوليست النقود كانت موجودة على عهده؟ بلى. فالفقراء موجودون والنقود موجودة، ومع ذلك أمر بها قوتا لا نقودا. فلست أحرص على الأمة ولا بأشفق وأعطف عليهم من نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: قد يكون الفقير غير محتاج إلى طعام يطعمه، ولكنه محتاج إلى لباس يلبسه. فأقول: انتبه، إياك أن تخلط بين مقاصد زكاة الفطر وبين مقاصد زكاة المال. انتبهوا لي، أعيدها مرة أخرى: إياكم أن تخلطوا بين مقاصد زكاة الفطر ومقاصد زكاة المال. فإن إلباس الفقير لا شأن له بزكاة الفطر، وليس من مقاصد زكاة الفطر إلباسه، وسداد فواتيره ليست من مقاصد زكاة الفطر وإنما من زكاة المال، تسديد الديون عنه إنما هي مقصود من زكاة المال وليست مقصودة من زكاة الفطر. فإن قلت: وما مقصود زكاة الفطر إذن؟ فأقول: إشباع بطنه ذلك اليوم وإغناؤه عن السؤال. فزكاة الفطر ليس المقصود بها إغناؤه دائما أو سنته كلها، وإنما إغناؤه ذلك اليوم أن يتكفف الناس في شبع بطنه. فمقصود زكاة الفطر يوم واحد أو يومين أو ثلاثة، لكن مقصود زكاة المال أن نعطيه ما يغنيه سنته كلها. فالذين يخلطون بين مقاصد زكاة الفطر ومقاصد زكاة المال هم الذين يقولون نخرجها نقودا لا قوتا. ولذلك فالقول الصواب عندي أن من أخرجها نقودا فإن ذمته لا تبرأ، لأنه تعبد لله بعبادة ليس عليها أمر رسول الله، والفقراء كانوا موجودين، فلو كان يجوز إخراجها نقودا لأخرجها ولو مرة واحدة لبيان الجواز مع قيام الحاجة. والمتقرر في القواعد أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والمتقرر في القواعد أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه، لا نقول المشروع فعله. فإخراجها نقودا للفقراء من الأفعال التي توفر سببها، وهي وجود الفقراء والقدرة على المال، ومع ذلك لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول المشروع تركها، وهذا هو الحق عندي والذي لا ريب عندي فيه، والله أعلم.